مرحبا ومسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه. تم تكريم الفائزين في مسابقات ام الخير لحفظ القران الكريم، وذلك بهدف تشجيع الجيل الصاعد على حفظ كتاب الله جل وعلا. التفاصيل في التقرير التالي. في حفل كبير أقيم في المسرح الوطني تم تكريم الفائزين في النسخة السادسة من مسابقة أم الخير الدولية لحفظ القرآن الكريم. التكريم شمل أيضاً المشرفين والمحكمين المتطوعين في المسابقة. المسابقة هي مسابقة قرآنية في مستويات مختلفة، خمسة أجزاء، عشرة أجزاء، 20 جزء، وانتهاء بالقرآن الكريم كاملاً. المسابقة هي التصفيات النهائية كانت في شهر 3 الماضي. الاستعداد كان على قدم وساق لهذه المسابقة يعني من شهر 10 تقريبا الماضي. شارك معنا مدارس عديدة، أكثر من 30 مدرسة على مستوى دولة قطر البنين في مختلف المستويات، مختلف المراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي. المسابقة هي نعم في سنتها السادسة، نسخة السادسة على التوالي لهذا العام، وهي أول سنة تطبق على مستوى الدولة ككل. إن شاء الله نحن يعني قمنا بنظرة عامة على الجهد هذا العام، ولا بد من وجود سلبيات، وإن شاء الله نتلافاها للعام القادم، وفي أفكار إن شاء الله جديدة للعام القادم ترى النور في وقتها إن شاء الله. تميزت المسابقة هذا العام بخروجها من مقر مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين لتتعداها جغرافيا إلى مصر ولبنان وفلسطين ومملكة البحرين. ننتقل إلى مجال هندسة الطاقة، حيث تعمل جمعية مهندسي البترول القطرية على إعداد وتكوين الشباب العاملين في مجال البترول وتأطير اهتماماتهم المختلفة. نعم، وقد كان للمهندسات العاملات في قطاع البترول فرصة من خلال تنظيم أول ملتقى يهتم بمناقشة انشغالاتهم والتحديات اللي يواجهونها خلال العمل. تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام في التقرير التالي. احتفاءً بالدور الحيوي الذي تلعبه المهندسات العاملات في مجال البترول، نظمت جمعية مهندسي البترول القطرية أول ملتقاً عن النساء العاملات في القطاع وكيفية مواجهة التحديات التي يلقونها. احنا كجمعية مهندسي البترول القطرية لنا دور حيوي تجاه المرأة العاملة في مجال إنتاج واستكشاف النفط والغاز. الملتقى اليوم بشكل عام يعني عندنا نخبة من العاملات في مجال النفط والغاز. الحوار يكون بشكل عام عن التحديات اللي تواجههم البنات في المجال النفط والغاز، وكيف انهم يقدرون يتغلبون على هالاشياء هذه عن طريق استشاره بالخبراء، جايبين خبراء من الولايات المتحده الامريكيه بيتكلمون عن المشروع هذا. وعندنا بنات من هالقطر ما شاء الله عليهم اكفاء، صار لهم فتره طويله في هالمجال. كرئيسه الانشطه الشبابيه والمهنيه احنا نقوم بتنظيم فعاليات مختلفه لجمع الشباب والشابات المهندسين العاملين في القطاع البترولي في الدولة. هدف الملتقى جدا مهم، كيف احنا نهندس مستقبلنا، كيف نهندس وظيفتنا. احنا نعمل مع ناس مختلفين من جميع انحاء العالم بخلفياتهم مختلفة، ثقافتهم مختلفة. احنا نحتاج ان احنا ننظم وظيفتنا، ننظم الطريقة اللي احنا نشتغل فيها، كيف نتعامل معاهم. فهالاشياء بتم تغطيتها في الملتقى، فاعتقد انها جدا مهمة للمرأة القطرية. وشهدت فعاليات الملتقى عدداً من الورش والمحاضرات التي تصب في مجال تعزيز الدور المهني للمرأة عن طريق التواصل مع زملاء المهنة وتطوير مسارات المرأة المهنية في مجال الصناعة. الهدف من وجودي في هالملتقى هو التواصل مع الحضور
وتوضيح دور الإرشاد الحياتي المرأة العاملة خاصة في منطقتنا وفي عالمنا العربي تواجهها تحديات كثيرة. في تحديات ملموسة وواضحة وفي تحديات أنا بسميها التحديات المخفية الغير واضحة تلمسها المرأة بنفسها لكن المجتمع ما يحس فيها. فهذه التحديات احنا نحاول ان نوضحها ونسلط عليها الضوء ونحاول قدر استطاعتنا ان نعمل مسار مهني ومسار يعني واضح مسار مهني ومسار اصلا اساسه واضح للوصول الى نتيجه مفيده للطرفين للمؤسسه وللمراه. وتعد جمعية مهندسي البترول القطرية أحد فروع الشركة العالمية والتي تسعى إلى دعم تطوير صناعة الطاقة والبترول من خلال تعليم الشباب وإعدادهم للمستقبل. والحين مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة كواليس الأسبوعية حيث نتعرف على ما تقدمه مدارس تعليم السواقة أو السياقة في قطر من الدروس والبرامج النظرية والعملية اللي تمكن المتدربين بها من تجاوز اختبار رخصة السياقة. شوف التفاصيل. تعمل مدارس تعليم قيادة السيارة جنبا إلى جنب مع إدارة المرور لتقديم خدمات التدريب والاختبارات لكافة أنواع السيارات والمعدات. هنا يجري التسجيل لتعليم القيادة واستصدار رخصة السياقة. تقدم مدرسة تعليم السياقة للمبتدئين الحد الأدنى من التأهيل والتدريب من خلال توصيل المعلومات الأساسية عبر وسائل توضيح مادية وعلمية مدروسة. تبدأ المرحلة الأولى بتلقي دروس نظرية مدعمة بالصور والأفلام، فيتعلم طلاب مدارس القيادة مواضيع عن قانون المرور وأسس القيادة الآمنة وكيفية التحكم بالمركبة وتفادي مخاطر الطريق. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة القيادة التشبيهية على جهاز المحاكاة السيميوليتر، حيث يتدرب الطلاب على القيادة في جو آمن يحاكي القيادة على أرض الواقع. مركبة تدريب جهزت بوسائل مساعدة لتتناسب مع حاجيات التدريب ومتطلبات السلامة، دواسات إضافية إضافة إلى تقنية الفصل الكهربائي في حالة الحوادث. ميدان التدريب هنا مجهز بكل وسائل المساعدة في تعلم القيادة، شوارع وإشارات وتقاطعات ومطبات. يتعلم المتدربون السياقة في بيئة مرورية متكاملة وآمنة في الوقت نفسه. قبل الانتقال إلى الشارع تدريجيا يجب على المتدربين اجتياز اختبارات صعود المرتفعات والمطبات إضافة إلى تعلم ركن السيارة وكل ذلك بإشراف مدربين مهنيين. تمرينات يعتبرها البعض هي الأصعب في تعليم قيادة السيارات، لتبقى المرحلة الأخيرة تعليم القيادة تدريجيا في الشوارع العامة والطرقات الرئيسية. وبهذا التقرير مشاهدي الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل برنامجنا بإمكانكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاغ برنامج ترحيب. نعم، عبر الانستغرام ريان تي في نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. مشاهدينا الكرام راح يكون بعد برنامجنا برنامج حياكم الله في سوق واقف. حياكم في سوق واقف. نعم، برنامج حياكم سوق واقف. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وممتعة. تمسون على خير. مع السلامة.